كلها أفعال ممكن أن يكون لها مضرة بشكل كبير للأطفال، وكلها أسباب تندرج تحت خانة العقوق. سلام. بالبداية وقبل ما أبلش بهاي الحلقة بدي أقدم اعتذار مسبق لكل الآباء والأمهات على هاي الحلقة، لكن اعذروني في أشياء في الحياة لازم نحكي فيها مهما كانت حساسة، لهيك ما بدنا أي هجوم لأشياء ممكن تنبهنا وتزيد الوعي سواء كنا آباء أمهات أو حتى أبناء وأفراد، لهيك اعذروني قبل ما نبدأ من الحلقة. عقوق الأباء لأبنائهم مفهوم بيشير للإهمال أو سوء المعاملة اللي يمكن إنه يمارسها الوالدين تجاه أطفالهم، واللي ممكن إنه يشمل مجموعة من السلوكيات المضرة بدءا من رمي الرضع بعد الولادة والاستغناء عنهم كليا، مرورا بالإهمال البدني والعاطفي وحتى العنف الجسدي والنفسي. في الإسلام تم التأكيد بشدة على العدل والرحمة والاحترام بين أفراد الأسرة، والوالدين مطالبين بتقديم الرعاية والتعليم والدعم العاطفي لأبنائهم، لكن وبكل أسف هاي الظاهرة موجودة رغم عدم التجرؤ والحديث عنها. ومع ذلك عقوق الأبناء هو مشكلة واقعية بتصير في بعض الأوقات وبعض المجتمعات، والأسباب ممكن تكون متنوعة بدءا من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وحتى الصحة النفسية للوالدين، ولأن بعض الآباء بيعانوا من أمراض نفسية من الطفولة مثل الاكتئاب والقلق قد تجعل الوالدين يلاقوا صعوبة في القيام بواجباتهم الأبوية والأمومية بشكل فعال، أو الجهل بالأمور التربوية اللي بتتمثل بصعوبة في فهم الاحتياجات النفسية والعقلية لأبنائهم في مراحل نموهم المختلفة، وهذا بيؤدي للتصرفات اللي يمكن اعتبارها عقوق من قبل الآباء. العادات والأنماط السلوكية الخاطئة، لأن بعض الوالدين قد يكونوا تعرضوا للعقوق في طفولتهم وعانوا في هاي الطفولة المبكرة، وبالتالي يمكن أنهم يكرروا هذه الأنماط السلوكية مع أبنائهم. إدمان الكحول والمواد الأفيونية من قبل بعض الآباء من الممكن تخليهم غير قادرين على تقديم الرعاية الأبوية الملائمة. عقوق الوالدين لأبنائهم بيندرج تحته عدم احترام الوالدين لحقوق الأبناء وتجاهل احتياجاتهم الأساسية، وهالسلوك هاد له تأثير نفسي كبير على الأطفال بمعاناتهم من مشاكل نفسية عديدة مثل القلق والاكتئاب وانخفاض الثقة بالنفس، عدا عن المشاكل الاجتماعية واللي بتتمثل بصعوبة التكيف مع الآخرين، وممكن كمان يواجهوا صعوبات في تكوين الصداقات أو الحفاظ على العلاقات الاجتماعية مع الآخرين. وما بدنا ننسى التأثير السلبي على الأداء الأكاديمي للأطفال، وبيقلل من التحفيز للتعلم والنجاح، عدا عن النقص في القيم الأخلاقية، لأن الوالدين بيلعبوا دور مهم وأساسي في تعليم الأطفال القيم الأخلاقية، فلما يكون هناك عقوق من جانب الوالدين قد يجد الأطفال صعوبة في تعلم واحترام هاي القيم. الإهمال وتجاهل احتياجات الأبناء والعنف الجسدي أو النفسي واستخدام القوة الجسدية ضد الأبناء والتجاهل العاطفي وعدم تقديم الدعم والاهتمام بمشاعرهم وتجاربهم والتفضيل غير العادل لأحد الأبناء على حساب الآخرين بطريقة غير عادلة، واللي هي التفريق بين الأولاد واللي بدوره بسبب توترات بين الأشقاء، أضف لذلك الضغط المفرط ووضع توقعات غير واقعية على الأبناء. كلها أفعال ممكن أن يكون لها مضرة بشكل كبير للأطفال، وكلها أسباب تندرج تحت خانة العقوق، لكن خلينا شوي متفائلين ونحكي عدة أمور من الممكن أنها تساعد أي أهل في التعامل مع أبنائهم لحتى ما نوصل لهاي الفجوة الكبيرة في التعامل داخل الأسرة. نبدأها بالتعريف بالحقوق وتأكيد أهمية احترام هاي الحقوق، واللي بتشمل الرعاية الصحية، التعليم، حق الأطفال في أنه يكونوا آمنين ومحميين، والدعم الاجتماعي والنفسي للأبناء مثل المشورة النفسية والجمعيات الخيرية اللي بتهتم بحقوق الأطفال واللي فيها ممكن يتم تدريب الأبوي والأمومي، واللي بتشمل برامج تعليمية للوالدين على الأساليب الصحية والمناسبة للتربية وفهم احتياجات أبنائهم بشكل أفضل وتعليمهم أساليب التعامل الإيجابية مع الأطفال.
وبدنا نأكد على بعض الحالات اللي بيكون العلاج النفسي فيها ضروري وحاجة ملحة للأطفال والوالدين على حد سواء، واللي بيساعد على حل الصدمات والتوترات اللي بتكون نتيجة هاي العقوق. أما التدخل القانوني فهو ضروري في بعض الحالات لحماية الأطفال، واللي بتتضمن الإبلاغ للسلطات المعنية إذا كان هناك مخاوف بشأن الأمان الفعلي للأطفال. ما بدنا ننسى إنه الأسرة كلها من الضروري إنها تتعلم كيفية التعامل مع الضغوط والتوتر من خلال تقنيات مثل التأمل، اليوغا أو التدريبات الرياضية اللي بتفرغ كل هاي الضغوط والشحنات السلبية. هاي الحلول يمكن إنها تساعد في خلق بيئة أكثر صحة وسلامة للأطفال وتجنب العقوق من الوالدين. التربية الجيدة للأبناء والتعامل معهم بالحب والاحترام لا يعد فقط واجب ديني، لكنه أيضاً يسهم في بناء مجتمع صحي ومتوازن. الأطفال اللي بينشأوا في بيئة حافلة بالحب والاحترام وبصيروا بالغين أكثر صحة وإنتاجية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوصى الوالدين بتعليم أبنائهم وتربيتهم بطريقة جيدة، وحكى: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كالعادة وزي دايما أنا شادن صالح، لا تنسوا تتابعوني في برنامج جدل على شبكة منصات اللي لينكاتها ظاهرة في أسفل الشاشة. سلامات.